الخامسة من التلفزيون المصري. مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم. نشرة إخبارية نبدأها بالعناوين. وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين وأحاله لمجلس الدولة. أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي دكتور عبد المنعم البنا أنه سيكون هناك نقابة للفلاحين والمنتجين والمزارعين مهنية مثلها كباقي النقابات المعنية، كما سيكون هناك تأمين صحي ومعاشات، مشيرا إلى أن هناك تبادلات الخبرات بين مصر والدول الأخرى التي توجد بها مثل هذه النقابات. تم الموافقة اليوم على إنشاء نقابة مهنية للفلاحين والمنتجين الزراعيين. وطبعا لازم نعرف الفلاح هو الشخص الطبيعي الذي يفلح أرضا ويزرعها ويكون مصدره رزقه الوحيد من هذه الزراعة. طبعا غرض النقابة هي تبقى زي نقابة مهنية زي أي نقابة موجودة، زي نقابة التجاريين، زي نقابة الزراعيين، زي نقابة المحامين، زي أي نقابة مهنية موجودة. وطبعا ده بغرض ان احنا طبعا بننظر للحماية الاجتماعية للفلاح، ان من خلال النقابة هيكون في تأمين صحي، هيكون في معاش، فطبعا دي اهتمام الدولة بالفلاح المصري. كما بحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه أهمية التعاون بين مجلس الوزراء ومجلس النواب